أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. ونبتدئ في بث المحاضرة رقم 8 في الإندوكراين. I hope إن البث هنا النت ضعيف شوية في المكان ده، فإذا ما نفعش هنرجعها لما يبقى في مكان أحسن. كعادتنا أولاد هنبتدي بالأسئلة، والسؤال الأول: glucocorticoids excess decreases، احنا عارفين انها بتزود ال RBCs والبليتلتس والنيتروفيلز وبتنقص الليمفوسايتس والإيوسينوفيلز، فهيبقى اللي هينقص هو هنا الليمفوسايتس، يبقى دي الإجابة الصحيحة. السؤال الثاني: major stimulus for aldosterone secretion is، هو كاتب لي الأربعة صح بس عاوز أهم واحد. طبعا اهم واحد زياده البوتاسيوم، الهايبركاليميا نمره بي، نمره 2 كان الانجيوتنسين 2، نمره 3 كان الهايبوناتريميا، نمره 4 الاي سي تي اتش، فيبقى الميجور ستيمولس هو الهايبركاليميا بي. السؤال الثالث: اكسس كورتيزول انكريسز، هل بيزود الجلوكونيجينيتك انزايم؟ صح طبعا، ما هو احنا قلنا ستيرويدز بيعمل سينثيز بروتين، بيزود الليفر بروتين والبلازما بروتين. صح، هو كان بيعمل اكسترا هيباتيك كاتابوليزم، كل حاجه خارج الليفر بتتكسر، انما جلوكونيجينيتك انزيمز معظمها في الليفر، الليفر بروتين طبعا ده في الليفر والبلازما بروتين بيتصنع في الليفر، يبقى الاجابه all of the above دي. السؤال الرابع: regarding aldosterone all are correct except it binds to cytoplasmic receptors، مظبوط لان هو ستيرويد هيمسك في سيتوبلازميك ريسبتورز، وبعدين بيزود الصوديوم ابزوربشن فروم ديستال كولون. صح، لانه كان بيشتغل على الكيدني والديستال كولون والجلانز اللي هم السليفري والسويت وجاستريك جلانز. ات انكريسز الهيدروجين سيكريشن باي رينال كولكتنج تيبيولز، اه بس بانهي سيلز؟ بالانتركاليتد سيلز، مش بالبي سيل، برنسبل سيلز بتشتغل على الصوديوم والبوتاسيوم مش على الهيدروجين، يبقى دي إجابة الغلط والمطلوبة سي. السؤال الخامس: regarding الكورتيزول، وطبعا مكتوب ان هو التستيرويد هرمون، دي صح طبعا. regarding كورتيزول it is secreted from zona glomerulosa، غلط طبعا، هو زونا فاسيكولاتا، وفي بعض الناس بيقولوا الفاسيكولاتا والريتيكولاريز بيشتغلوا از وان يونت، يعني بيطلعوا الجلوكوكورتيكويدز والسكس هرمونز مع بعض، مفيش تخصص، لكن اصح خالص ان هو من زونا فاسيكولاتا، لكن لا يمكن يبقى من زونا جلوميرولوزا، ودي بتاعه المينرالوكورتيكويدز. اتس فري فورم از انكريزد باي انكريست ترانسكورتين، اللي هو كورتيكوستيرويدز بايندينج جلوبولين، لا طبعا ده بالعكس، في الحاله دي هيزيد الباوند فورم، هيقل الفري فورم. It helps maturation of surfactant، إجابة صحيحة، يبقى C هي الإجابة الصحيحة. It increases vascular permeability، لا هو بيقلل vascular permeability، وعليه يبقى 1A for alpha، 2B for baby، 3D for daddy، 4 و5C for cat. تدي بقى أولاد الأمراض، والفكرة كالآتي، تعالوا نبص على الأمراض. طبعا لأن قلنا السوبرارينال جلاند دي عبارة عن الكورتكس لوحده عبارة عن ثلاث غدد، فعندنا ثلاث أمراض. نظبط الدنيا أكتر شوية، disorders of adrenal cortex. عندنا في الادرينال كورتكس ثلاثه زونز، زونا جلوميرولوزا وزونا فاسيكولاتا وزونا ريتيكولاريس. نعاوز نفكر مع بعض. غالبا الهايبر سيكريشن بيبقى سببه تيومر او هايبر بليزيا في نوع من الخلايا، فبتشتغل اكتر. سواء التيومر او الهايبر بليزيا ده بيبقى متخصص، يعني زيادة فقط في الخلايا بتاعت الزونا جلوميرولوزا
او فقط فاسيكولاتا او فقط ريتيكولاريس. وعلي الطالب ذكي نتوقع ثلاث امراض اهو corresponding to the three layers. لو زاد الالدوستيرون من زونا جلوميرولوزا هيدي مرض اسم على مسمى هايبر الدوستيرونيزم. ازم يعني مرض وهايبر يعني زيادة. مرض في زيادة مين؟ الالدوستيرون. هايبر الدوستيرونيزم. اما لو زاد الكورتيزول فهيدي مرض اسمه كوشينج سندروم او في بعض البلاد ينطقوه كاشينج سندروم، مش فرق زي ما نقول خالد او خالد، مش فرق كوشينج كاشينج الاثنين صح. اما لو زاد الادرينال اندروجين من الزون ارتيكولاريس قلنا الشبكة معنية بالجنس، يبقى الادرينال كورتكس هتأثر على الجينيتاليا. بشوف المرض يسموه اسم جميل قوي، ادرينوجينيتال سندروم. ادرينوجينيتال سندروم. طيب يبقى عندي ثلاث امراض في الهايبر فانكشن كورسبوندينج تو ذا ثري زونز. طب نيجي الهايبو فانكشن. قول لي اسباب الهايبو فانكشن، هو ايه اللي بيعمل هايبو فانكشن؟ يعني كان زمان التوبركلوزس جرثومه السل. هل جرثومه السل فكر معايا هتاخد لير وتسيب لير؟ لا طبعا، هتاخد الثري ليرز. او دلوقتي لما السل ابتدى يتعالج كويس بقى السبب الاساسي اوتو اميون ديزيز. ففي الحالة دي عندي مرض واحد في صورتين، في الصورة الحادة وهي الاقل شيوعا لانها مميتة اسمه اديسونيان كرايسيس، في الصورة المزمنة وهي الاكثر شيوعا اسمه اديسون سيندروم. اديسون سيندروم نوت اديسون. اديسون ده مكتشف الكهرباء، ده اديسون، تبقى عارف الحكاية دي. طيب يبقى عندي دلوقتي مفروض ادرس اربع امراض، تلاتة في الهايبر فانكشن واحد في الهايبو فانكشن لانه بتتاخد الثري ليرز مع بعض، له صورتين، صورة حادة وصورة كرونيك. صورة كرونيك هي الاهم. فنبتدي باول مرض وهو الهايبر الدوستيرونيزم، زيادة افراز الالدوستيرون. وما عشقت يا اولاد مثل عشقي للنظام. هايبر الدوستيرونيزم هنا رقم السعد هو رقم 3. يعني المرض له 3 اسباب وفي 3 مانيفستيشنز اساسيه، في 3 انواع من الهايبر الدوستيرونيزم وفي 3 مين مانيفستيشنز، وهنفهم ليه 3. علمتكم لو ان الورم في الادرينال كورتكس نفسها يعني في ذات الغده هنسمي ده برايمري هايبر الدوسترونيزم، يعني الخلل في الغده المعنيه، ده قاعده عامه حطيناها. لو المرض سبب الغده الاساسيه هي الخطا فيها يبقى برايمري. طب لو زياده الالدوستيرون سببه حاجه غير الادرينال كورتيك زونا جلوميرولوزا يبقى هنسميه سيكندري هايبر الدوسترونيزم، يبقى سيكندري لحاجه اخرى. هنا بقى في نوع ثالث يا اولاد من الالدوسترونيزم، الغريب انه بيتعالج بالجلوكوكورتيكويدز، فعشان كده سموه جلوكوكورتيكويدز ريميديابل. ريميديابل يعني تريتد الدوسترونيزم، يعني الدوسترونيزم بيتعالج بالجلوكوكورتيكويدز. ايه وجه الغرابه هنا؟ تعالى افهمك ان العيال اللي عنده الدوسترونيزم الالدوسترون زايد انا بديله دواء اللي هو جلوكوكورتيكويدز اللي هي عندها مينرالوكورتيكويدز لايك اكشن، يعني الالدوسترون ده مينرالوكورتيكويد زايد فبعالجه بدواء عنده مينرالوكورتيكويدز لايك اكشن اللي هو جلوكوكورتيكويدز. يبقى في الدنيا الهايبر الدوسترونيزم اول حاجه 3 انواع، لو الخلل في الغده المعنيه تيومر في الادرينال كورتكس هنسميه برايمري هايبر الدوسترونيزم او كونز ديزيز، لو السبب بره الغده المعنيه هنسميه سكندري هايبر الدوسترونيزم، اما لو السبب حاجه ثالثه وهنعالجه بجلوكوكورتيكويدز يسموه جلوكوكورتيكويدز ريميديابل الدوسترونيزم. انا هشرح واحد فيهم بس اللي هو البرايمري الاساسي الكونز سندروم، وهقول الفروق ما بين
سكندري والجلوكورتيكويد زي مين ده بيقولوا ده يعني كلهم زي بعض فهشرح واحد بس اللي هو البرايمري يبقى عندي ثلاث انواع في البرايمري بيحدث ثلاث اعراض رئيسيه تعال نشوفها ليه ثلاثة السين تعال نفكر حب النظام قوي يا اولاد احنا قلنا الالدوستيرون وظيفته ايه يحافظ على الصوديوم يعني يزود الصوديوم اهو ويرمي عوضا عنه بوتاسيوم وهيدروجين حتى قلنا ليه بوتاسيوم وهيدروجين واحد اسيديك اللي هو الهيدروجين وواحد قلوي اللي هو البوتاسيوم حتى اللي جت منها قلت رمز كي جاي من كاليوم اللي هي هم في العربي الاصل كلمه عربي كالوي بس هم ما عندهمش حرف القاف فما يقولوش كالوي يقولوا كاليوم ده البوتاسيوم يبقى فهمت احنا مش مجرد بنعملهم ثلاثه والسلام لازم هم ما ينفعش غير ثلاثه في الالدوسترونيزم هيحصل ديستربنس في 3 اينز الصوديوم هيزيد البوتاسيوم والهيدروجين هيقلوا يبقى 3 اينز مين اهمهم لسه جايبينها سؤال البوتاسيوم يبقى اهم ظاهره في هذا المرض اللي هو الهايبوكاليميا البوتاسيوم هينقص ما ينفعش تبتدي بغيره مصادفة جميلة ان الهايبوكاليميا اول واحدة في التلاتة لها ثلاث اعراض يعني رقم السعد في هذا المرض هو رقم تلاتة نقص البوتاسيوم بيبوظ الكلية يعمل لي حاجة اسمها هايبوكاليميك نيفروباثي يعني باثولوجي في النيفرونز ما هو نيفروباثي يعني مرض في النيفرون بسبب نقص البوتاسيوم الكلية بتبوظ لان انزيمات الكلية كلها عشان تشتغل محتاجة بوتاسيوم لما ينقص بوتاسيوم الكليه ما تشتغلش كويس فتفقد الميه يبقى العيان عنده بوليوريا يعني بول كتير وتفقد البروتين في اليورين يبقى عنده بروتينوريا يعني زلال في البول دي اول حاجه يبقى الكليه باظت والظاهره بتاعتها بوليوريا اند ايه بروتينوريا بول كتير ميه كتير وبروتين كتير في البول طب تاني حاجه نقص البوتاسيوم كنا خدناه في النيرف بتؤدي الى هايبر بولاريزيشن يعني تبعدني عن الفارينج ليفل فده بيؤدي الى ماسل ويكنس طب تالت حاجه جلوكوز انتوليرانس ما اعرفش احرق الجلوكوز ليه الجلوكوز انتوليرانس بسبب الاتي ان نقص البوتاسيوم زي ما هناخد حصه الانسولين باذن الله بيؤدي الى نقص الانسولين سيكريشن بينقص الانسولين تمام وعليه مفيش انسولين يبقى هحرق الجلوكوز ازاي يبقى عندي جلوكوز انتولرانس يبقى دول الثلاث حاجات الاساسيه اللي هي ناتجه من نقص البوتاسيوم طب نيجي ناخد الاين اللي بعده زياده الصوديوم صوديوم زاد انت فكر معايا فيها احنا اتعلمنا يا اولاد ان الصوديوم لما يزيد قصه الثعلب فات وفي ديله 7 لفات ورا الصوديوم يبقى فيه كلورايد بقينا ملح الصوديوم هياخد وراه كلورايد والصوديوم كلورايد هياخد وراه اسموز ميه يبقى الملح والميه زادوا في الجسم يبقى تتوقع يحصل ايه بقى لما يحصل هايبر ناتريميا هيزيد الاكسترا سيلولار فلويد خلاص حجم الاكسترا سيلولار فلويد هيزيد وممكن يعني يبقى عنده هايبرتنشن بس اهم حاجه there is no edema ليه بقى ده سؤال مهم جدا في البرايمري هايبر الدوسترونيزم العيان ما عندوش ايديما ليه تعال اقول لك لان لما بيزيد الاكسترا سيلولار فلويد بيزيد السنترال فينوس بريشر اللي هو البريشر في الرايت اتريوم كنا بنسميه لان الرايت اتريوم ده السنتر بتاع كل الفينز فاكر كان بيصب فيه السوفيرو ونكافا والانفيرو ونكافا فعشان كده سموه سنترال فينوس بريشر فلما يزيد البريشر في الرايت اتريوم يطلع هرمون معاكس تماما تماما للالدوسترون اسمه اتريال ناتوريتيك بيبتايد اتريال لانه طالع من الاتريوم لما البريشر زاد في الانت اتريوم اللي هو السنترال فينوس بريشر طلع هذا الهرمون وتركيبه بيبتايد وناتوريوريتيك يعني ايه ناتوريوريتيك يعني مدر للصوديوم مش يحافظ على الصوديوم زي الالدوسترون يرمي الصوديوم ناتوريوريتيك كلمه من شقين يعني الصوديوم بينزل فده اللي بيمنع الاديمه فنسميها اسكيب فينومينون يعني في البرايمري هايبر الدوسترونيزم في الكون سيندروم برغم زياده الاكسترا سيلولار فلويد ما بيحصلش اديمه ليه تقول له بسبب الاسكيب فينومينون اللي هي ايه انه لما الاكسترا سيلولار فلويد بيزيد
بيزيد السنترال فينس بريشر وعليه يطلع من الاتريوم هرمون يعاكس ضد الالدوستيرون اسمه اتريال. اتريال اللي طالع بالاتريوم ناتريوريتك بيرمي الصوديوم ما يحافظش على الصوديوم بيبتايد. طيب ثالث اين بيتاثر اللي هو الهيدروجين الهيدروجين هينقص. تخيل لما الايونيك الايون الاسيديك ينقص يبقى توقع يحصل لي ايه الكالوزيس، وقلنا دي كانت احد اسباب التيتاني في محاضره البارا ثايرويد جلاند. يبقى ده اول حاجه اللي هو البرايمري هايبر الدوستيرونيزم. يبقى طريقه جميله لن تنساها ويا ريت تحتفظ بالورق ده الامراض باطنه اما تاخد اندوكراين مش هتلاقي تقسيمه اجمل من ذلك. بنركز في 3 اينز الصوديوم زاد والبوتاسيوم والهيدروجين نقصوا، واهم عين هو مين البوتاسيوم ده اوريدي فيه كام تاثير 3. ناخد بقى السكندري هايبر الدوستيرونيزم يعني زياده في الالدوستيرون مش سببها ورم في الاديان كورتكس، حاجه بره الاديان كورتكس. بره يبقى مش برايمري يبقى سكندري لحاجه بره. عندي مصادفه جميله ثلاث اسباب اساسيه للسكندري هايبر الدوستيرونيزم. نمره 1 الليفر سيروزيس. ليه لما الليفر تتليف سيروزيس يعني تليف الكبد يزيد الالدوستيرون؟ لان قلنا يا اولاد ان الالدوستيرون كان بيكسر في الليفر بسنجل سيركوليشن، يعني لما الالدوستيرون يدخل في 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 الكليه 90% منه بيضيع في اول سيركوليشن، فلما الليفر تبوظ يبقى الالدوستيرون مش هيتكسر يبقى كميته تزيد. طب تاني سبب هارت فيلير. ثالث سبب رينال فيلير. سواء في رينال فيلير بيبقى في الحاله دي بيطلع ماده رينين من الكليه اللي ما بيجيلهاش دم كفايه بتطلع رينين، سواء في هارت فيلير يبقى الدم اللي رايح للكليه قليل في رينال اسكيميا تطلع رينين. يبقى في الحالتين دول سواء هارت فيلير او رينال فيلير زاد الرينين، واحنا فاهمين الرينين هيزود انجوتنسين 1 وانجوتنسين 1 هيتحول بالانجوتنسين كونفرتنج انزيم في اللنج الانجوتنسين 2 يعني هيزيد الانجوتنسين 1 و2 ال2 ده بيزود الالدوستيرون. يبقى هنا زياده الالدوستيرون ليس مبعثها خلل في السوبرارينال، مبعثها يا ليفر سيروزس يا هارت فيلير يا رينال فيلير. طب ايه الفرق؟ نفس المرض بالظبط مع فرق جوهري ان هنا مش نوع إديمة هنا ماركت إديمة. طالب قال لي ليه؟ ان كنت ناسي افكرك ان اهم ثلاث اسباب للسكندري هايبر الدوسترونيزم هما في ذات الوقت اهم ثلاث اسباب للإديمة للماسف إديمة. هو احنا عندنا الإديمة ليها ست اسباب اساسية قلناهم في محاضرات السنة الماضية، اهم ثلاثة فيهم الهارت فيلير والرينال فيلير والليفر فيلير او سيروز، فهنا في ماركت إديمة. وعليه في الكلينيكا يقول لك حاجة لطيفة جدا وبتيجي سؤال ام اس كيو قصادك عيان احنا شخصناه هايبر الدوسترونيزم، احنا بنقول لك هو عنده هايبر الدوسترونيزم، ممكن سبوت دايجنوزيس يعني تشخص بمجرد الرؤية هل ده برايمري ولا سكندري؟ الإجابة قصادك ايه باللون الأصفر. لو ما عندوش إديمة يبقى برايمري لأن في اسكيب فينومينال، لأن الهارت بيطلق هرمون من الإتريوم ضد الألدوسترون. حتى ما يسألك في الشفوي مين الهرمون اللي ضد الألدوسترون؟ الإترينالتريك بيبتايد، اوعى تنساه. الالدوستيرون اللي ضده الاترينالتريك بيبتايد، فده يرمي الصوديوم اللي احتفظ بيه الالدوسترون، مفيش صوديوم هينزل وراك كلورايد هينزل ميه يبقى مش هيحصل إديمة. نو اور فيري سلايت إديمة، اذا جات لك سلايت إديمة صح برضه مش لازم نو نو اور فيري سلايت إديمة. انما لو العيان عنده ماركت إديمة يبقى ده 100% سكندري هايبر الدوسترونيزم. يبقى الاجابه سهل تتعلمها لحياتك في الكلينيكال كطبيب، عيان عنده هايبر الدوسترونيزم برايمري ولا سكندري؟ الفيصل هو الإديمة. نو اور سلايت إديمة يبقى برايمري، ماركت إديمة يبقى سكندري. طيب نيجي للنوع الثالث. انا جبت لكم سؤال النهارده يا اولاد ان مين اضعف ستيمولس بيطلع الالدوسترون؟ انتوا قلتوا الاي سي تي اتش، المفروض الاي سي تي اتش ده نمره 4 في الليسته، كان اول حاجه زياده البوتاسيوم، تاني حاجة انجيوتنسين 2 تملي رقم 2 في اي لستة 2، تالت حاجة نقص الصوديوم، رابع حاجة الاس تي اتش. في عيانين عندهم يا اولاد
جينيتيك ايرور، يعني خلل في الجينز اهي. بالعكس الادرينال كورتيزون اجلوميرولوزا ما عندها ماركت سنسيتيفيتي تو اي سي تي اتش، ماركت سنسيتيفيتي يعني الاس تي اتش المفروض يبقى ضعيف جدا بيأثر فيها بطريقه لطيفه، فيطلع كميات رهيبه من الالدوستيرون. ده جينيتيك ايرور، خلل في الجينز. طب يبقى الحل ايه لطالب ذكي؟ يبقى السبب ان الزونا جلوميرولوزا حساسه للاي سي تي اتش جدا فبتطلع الدوستيرون كتير، يبقى ننقص الاي سي تي اتش. مين اللي ينقص الاي سي تي اتش؟ ايه الجلوكوكورتيكويدز؟ الكورتيزول. عايز ياخد اقراص كورتيزول او جلوكوكورتيكويدز فبالنيجاتيف فيدباك تقلل الاي سي تي اتش فتقلل الالدوستيرون. اهو يبقى العيان نعالجه بالجلوكوكورتيكويدز فبالنيجاتيف فيدباك يقلل الاي سي تي اتش اللي بدوره هيقلل الالدوستيرون. ايه وجه الغرابه؟ عاوزك تبقى فاهم مش حافظ. لما تتخرج وتبقى باذن الله طبيب قد الدنيا، او للزملاء الاصغر سنا اللي بيسمعوني او للماسترات، ان عيان عنده زياده في الالدوستيرون اللي هو بيحافظ على الماء والملح، انا بعالجه بكورتيزول اللي هو بلوك كورتيكويدز اللي اوريدي عنده مينرالو كورتيكويدز الدوسترون لايك اكشن، يعني بعالج زياده الالدوسترون بعقار عنده الدوسترون عنده مينرالو كورتيكويدز لايك اكشن. فهمت السبب ليه؟ لان عنده جينيتيك ايرور. هذا الجينيتيك ايرور عمل له ايه؟ خلى الزونا جلوميرولوزا حساسه جدا لل ادرينوكورتيكوتروفيك هرمون، فبيطلع كميات كبيره من الالدوسترون. فالحل ننقص الاس تي اتش عشان ننقص الالدوسترون. مفيش حد ينقص الاس تي اتش غير حاجه واحده، انك تاخد جلوكوكورتيكويدز فبالنيجاتيف فيدباك يقلل الاس تي اتش وبالتالي يقلل الالدوسترون. ده كان اول مرض اللي هو الهايبر الدوسترونيزم، وهو مرض مهم جدا جدا جدا. وقلنا رقم السعر فيه كام يا اولاد؟ نقوله في عجاله وحضرتك تراجع الفيديو تاني. يا برايمري لو الخلل في الادرينال كورتكس، في تيومر في الادرينال كورتكس. لو بره الادرينال كورتكس في الليفر او الهارت او الكيدني يبقى سكندري. لو هنعالجه بدواء مشابه للمينرالو كورتكويدز وهجلوكو كورتكويدز يسموه جلوكو كورتكويدز ريميديابل، يعني تريتد باي، يتصلح ريميديابل، نعدله بالجلوكو كورتكويدز. وهتشرح واحد فيهم فقط وينطبق كل الكلام على الاثنين الاخرين مع فروق بسيطه. ان البرايمري قلنا ثلاث انواع، في ثلاثه اينز اساسا، هيزيد الصوديوم الالدوسترون بيزود الصوديوم وينقص البوتاسيوم والهيدروجين. بس حضرتك تبتدي بمين؟ بالبوتاسيوم لانه ده اهم واحد. لو انت فاهم نقص البوتاسيوم هيعمل هايبوكاليميك نيفروباثي، هيبوظ الكليه، يعمل بول كتير وزلال في البول، ماسل ويكنس بسبب الهايبر بولاريزيشن، عدم مقدره على حرق الجلوكوز بسبب نقص افراز الانسولين. طيب اما زياده الصوديوم 100% هتزود الكلورايد، هتزود الميه، هتزود الاكسترا فلويد. اتوقع ان في اديما، بس ما فيش اديما لان بسبب زياده السنترال فينوس بريشر في الاتريوم الرايت اتريوم بيطلع الاترينيتريك بيبتايد يصلح القصه، يسموها اسكيب فينومينون. يبقى مساله في الشفوي ليه في نو اور سلايت اور سلايت اديما، تقول له الاسكيب فينومينون بسبب زياده الاترينيتريك بيبتايد. اما نقص الهيدروجين هيؤدي الى ميتابوليك الكالوزيس اللي هي كانت احد اسباب نقص الايونايز كالسيوم فتدي تيتاني، لان الكالسيوم ما بيدوبش في الوسط الالكالين قلناها. طب السكندري ايه الفرق بينه وبين البرايمري؟ حاجه واحده بس، ان هنا ماركت اديما، لان اسباب السكندري هي نفسها اسباب الماسيف اديما، ليفر سيروزيس، هارت فيلير، اندرينال فير. هنا زاد الالدوسترون بسبب انه ما بيتكسرش، 90% منه في سنجل سيركيليشن بيتكسر في الليفر. هنا بسبب الرينين اللي بيزود انجيوتنسين 1 اللي بيتحول لانجيوتنسين 2 اللي يزود الالدوسترون. ده كنا بنسميه ده رينين انجيوتنسين الدوسترون سيستم في بعض الكتب، يا رينين انجيوتنسين سيستم او رينين انجيوتنسين الدوسترون سيستم. طب وثالث نوع ايه التفرد فيه؟ ان في زياده في المينرالو كورتيكويدز بنعالجها بعقار مماثل اللي هو الجلوكو كورتيكويدز. ده كان المرض الاول. ننتقل للمرض الثاني وهو الكوشينج سندروم. خلاص وهو الاهم، يعني لو الاولاني هنقول نظري مهم يبقى ده نظري مهم اس 1000. كوشينج سندروم
تمام؟ اللي هو زيادة الجلوكوكورتيكويدز، زيادة الكورتيزول. ايه الاسباب؟ في ثلاث اسباب. لو في تيومر في الزونة فاسيكيولاتا في الادرينال كورتكس تيومر، يبقى هيطلع جلوكوكورتيكويدز كتير بالنيجاتيف فيدباك، هتنقص الاس تي اتش، فيسموه اس تي اتش اندبندنت. يعني زياده الجلوكوكورتيكويدز مش معتمده على زياده الاس تي اتش، ده بالعكس، بالعكس الاس تي اتش بالنيجاتيف فيدباك بيقل. يعني كان ممكن هنا يسموها برايمري، بس ده التسميه المعتبره اللي بيستخدموها. ادرينو كورتيكال تيومر بيسموها، لما بيبقى في تيومر ممكن نسميها برايمري، ما فيهاش غلط، يسموه اس تي اتش اندبندنت للاس تي اتش ناقص. اما لو كان الخلل في البيتيوتري، البيتيوتري بتطلع اس تي اتش كتير، يستيميليت الكورتيكس تطلع جلوكوكورتيكويدز كتير، يبقى هنا زياده الجلوكوكورتيكويدز ديبندنت، معتمده على الاس تي اتش، فيسموه اس تي اتش ديبندنت. اس تي اتش ديبندنت، بيبقى هنا الاس تي اتش زايد. برضو سؤال سبوت دايجنوزيس، عندك عين عنده كوشينج سيندروم، هل هو اي سي تي اتش ديبندنت يعني الاس تي اتش زايد، ولا اي سي تي اتش اندبندنت الاس تي اتش ناقص؟ شخصه زي احنا قلنا لك ان عنده كوشي، قول لنا الفرق. ما تقوليش بقى الاقي الاس تي اتش زايد او ناقص، دي تجربه معمليه هتحتاج فلوس. لا، سبوت دايجنوز لما تبص العيان. فاكر انا كنت قلت لك الاس تي اتش بيعمل بيجمنتيشن في الانسان، فالعيان اللي تلاقيه غامق عنده بيجمنتيشن، يبقى الاس تي اتش زايده، يبقى ده اس تي اتش ديبندنت، يبقى الخلل في البيتيوتري طلعت اس تي اتش كتير، طلع جلوك كورتيكويدز كتير. انما لو لقيت العام فاتح بيل افتح من الطبيعي شاحب، يبقى الاس تي اتش ناقص، يبقى ده اس تي اتش اندبندنت. طيب يبقى ده سؤال جميل قوي في الشفوي وفي الام اس كيو وفي الكلينيكال بعد كده، سموه سبوت دايجنوز. يبقى عرفت ازاي هنفرق البرايمري هايبر الدوسترونيزم من السكندري هايبر الدوسترونيزم. تبص على الاديمه، اللي عنده نقل سلايت اديمه يبقى برايمري هايبر الدوسترونيزم، اللي عنده ماركت اديمه يبقى سكندري هايبر الدوسترونيزم. طب ازاي تفرق الاي سي تي اتش ديبندنت من الاي سي تي اتش اندبندنت كوشينج؟ تبص على لون الجلد، لو لقيت الجلد بيجمنتد يبقى ده فيه اس تي اتش كتير، يبقى اس تي اتش ديبندنت. الجلد بيل يبقى ده الاس اتش قليل، يبقى ده اس اتش اندبندنت. ولكن يبقى يا اولاد اهم سبب للكوشينج هو السبب الثالث، وهو حضراتكم انتم عارفين ان الكورتيزول ده سلاح سحري، فبتستخدموه في علاج العديد، بل اقول الالاف من الامراض، بعضها امراض عضال. فالعيان اللي بياخد كورتيزول لمده طويله بجرعه كبيره هيجي له كوشينج سيندروم. يبقى تريتمنت ويز لارج دوزز اوف كورتيزول، اللي هو حضراتكم انتم السبب في الكوشينج الاساسي في هذا العالم. طبعا ما بحملكوش ذنب، لان امراني خيرهما مر، الكورتيزول اهون من المرض اللي عند المريض. طيب ايه المانيفستيشنز؟ حب النظام قوي، بس الاسباب ثلاثه، مانيفستيشنز أربعة. في جلوكوكورتيكويد إفكت، وفي مينرالوكورتيكويد إفكتس، وفي أندروجين إفكت، أو يعني بسبب الأندروجين إكسس. وبعدين الرابعة اللي لسه قايلينها، إزاي نفرق البرايمري من السكندري، هل الإس تي اتش زايد ولا ناقص؟ لو الإس تي اتش زايد هيبقى العيان عنده بيجمنتيشن، ناقص هيبقى عنده بالو. انسى الرابعة دي دلوقتي. يبقى في أسباب بسبب زيادة جلوكوكورتيكويد، واسباب بسبب زياده المينرال كورتيكويدز، واسباب بسبب زياده الاندروجين، بس طبعا الاساس هو زياده الجلوكوكورتيكويدز. هنا عاوز الطلبه تسمعني كويس، المايسترات تسمعوني كويس، الزملاء الاصغر سنا يسمعوني كويس. لما بيقول الكوشينج زياده في الجلوكوكورتيكويدز، فمنين جت؟ منين جت الايفكتس بسبب زياده المينرال وبسبب زياده الاندروجين؟ واحنا بنقول الخلل في الزونة فاسيكولاتا اللي بتطلع جلوكوكورتيكويدز. الاجابه المينرالوكورتيكويدز، ده الاجابه الاسهل، ان انت قلت لنا، ودي من اهم الاسئله،
ان الجلوكوكورتيكويدز هاف مينيرالوكورتيكويدز لايك اكشن، عندها ويك مينيرالوكورتيكويدز لايك اكشن. لما الجلوكوكورتيكويدز تزيد الويك اكشن ده يزيد فيبان افكتس، يبقى دي سهله. يبقى ليه برغم ان الزياده في الجلوكو في تاثير كان المينرالو زاد؟ لان الجلوكو عندها مينرالوكورتيكويدز لايك اكشن. السؤال اصعب يا اولاد، طب الاندروجين اكسس المشكله جت ازاي؟ هقول لك دي صعبه شويه. الجلوكوكورتيكويدز ده 21 كربون اتوم يا اولاد، 21 كربون اتومز، تمام؟ اهي هرسم لكم حاجه صغيره هنا يمكن تساعدكم شويه. 21 كربون اتومز ده الجلوكوكورتيكويدز، لما بيدخل الليفر بيفقد 2 كربون اتوم ويبقى 19 كربون اتوم اللي هو الاندروجين. يعني الاكسس جلوكوكورتيكويدز بتتحول في الجسم الى اندروجين. فين؟ في الليفر اهي. يبقى اي اكسس في الجلوكوكورتيكويدز اللي هو 21 كربون اتوم في الليفر هياخد 2 كربون اتومز، يبقى 19 كربون اتوم اللي هو الاندروجين. ده مبعث ليه في كان في اندروجين اكسس. يبقى اتعلمنا ان اي مريض بياخد كورتيزول كتير كانه واخد كورتيزول والدوستيرون واندروجين كتير. من هنا جت المانيفستيشن. ليه مينرال كورتيكويدز كتير؟ لان الجلوكو عندها ويك مينرال كورتيكويدز لايك اكشن. طب ليه اندروجين كتير؟ لان الاكسس جلوكوكورتيكويدز بتتحول في الليفر الى اندروجين. عاوز تبقى فاهم. طيب نمسكها واحده واحده. احنا قلنا الرول اوف 3 كان واضح جدا هناك في الهايبر الدوسترونيزم، هنا اقل وضوح لان في 3 كوزس وفي المانيفستيشن 4 بس اهم 3 جلوكو مينرالو واندروجين. كانت الرابعه اللي هي الاس تي اتش زائد ولا ناقص، لكن ستيل التلاته المهمين اهم. يعني كل حاجه فيها 3 اساسيين. ابتدي بالبروتين. قلت انه في الكوشنج الكورتيزول، وجايبها لكم سؤال، بيعمل اكسترا هيباتيك كاتابوليزم، بيحطم كل بروتينات الجسم فيما خلا الكبد. الاجابه الصحيحه لصالح الكبد. حقيقه الامر ان الكبد هو المستفيد الوحيد، مش ما يتكسرش بس، بياخد امينو اسيد يعمل منها جلوكوز لان زاد عنده جلوكونيجينيتك انزيمز، يعمل منها بلازما بروتين فالبلازما بروتين تزيد، يعمل منها ليفر بروتين فالليفر بروتين تزيد. يعني عشان كده قلت لما يبقى المشكله في الليفر احسن علاج كورتيزول. ضحي بالجسم لصالح الكبد. في الفالمينيتنج هيباتايتس بندي كورتيزول. يبقى هو حطم كل حاجه فيما خلا الكبد، اكسترا هيباتيك كاتابوليزم. فحطم الانسان، قلت جلد ولحم وعظم. نمسك واحده واحده. جلد ولحم وعظم حتى رسمهم لك تحت بعضهم، اوعى تنساه. الجلد هيبقى ثين رفيع مليان بروزس، يعني سجعات حتت زرقاء ضعيف، ولما تتعور بور هيلينج، الجروح لا تلتئم بسهوله لان الالتئام عاوز انابوليزم، والكورتيزول يا اولاد بيعمل كاتابوليزم. ده مش كده وبس، انا هضيف لكم حاجه مهمه، ان الاميونيتي بتبقى ناقصه، لانه قلنا ان بينقص الليمفوسايتس بنوعيها التي والبي، وعليه جميع انواع الانفكشن، بكتيريال وفيروس وفانجس انفكشن موجوده في الجلد. جلد بيتبهدل، يبقى ثين وبروزس وبور هيلينج ومليان انفكشن. طب نمسك المسلز، يقول لك المسلز ار اتروفي اند ويك، بيحطم المسل. انا مش جاي اقرا معاك يا اولاد، انا عاوز تفهم المعنى الحقيقي. يعني ايه المسل اتروفي ويك؟ هفهمها لك الى مدى، الى اي مدى هي ويك. الوضع كالاتي، مفروض انا لو نزلت كده على القرفصاه اهو، انا دلوقتي على القرفصاه، اقدر بسهوله شديده من غير اي حاجه ايديا هي اقوم كده عادي خالص، وانزل واقوم مفيش اي مشكله، وانزل واقوم. تخيل بقى العيان اللي بياخد كورتيزول ده من كتر ما المسل ويك، لما ينزل في القرفصاء اللي هي نسميها نيتو تشيست بوزيشن، لان النيبي قصاد التشيست،
وتقول له قوم، ما يقدرش يقوم من وضع القرفصاء، لازم تمسك ايده تقومه او يمسك في الترابيزه اللي انا قاعد عليها عشان يقوم عليها، عشان تفهم الى اي مدى الماسلز ويك. يعني مش جمله تتقال كده، ويك لدرجه انه في وضع القرفصاء ده في ناس بتقعد تلعب القرفصاء ده مئات المرات في اليوم. هو ما يقدرش لو نزل في الني تو تشيس بوزيشن، جاب الني قصاد اللي هو القرفصاء، ما يقومش. ادي معنى الماسل ويكنس. ناخد البون. البون بيعمل اوستيوبوروز. قلنا طبعا في من هو اقوى منه، اللي هو الباراثورمون اكبر معه اللي تحطيم البون، كان بيعمل سيس مش ثقوب، سيس ستايس فابروزا سيس، ده يعمل بورز. وبعلمكم صح يا اولاد، اكتر عظم بيتاثر هو عظم العمود الفقري، لدرجه من الاوستيوبوروزس من كتر ما هي كتيره في العمود الفقري ان العام بيحصل له sudden loss of height، يعني يحصل كولابس في الفيرتبري، العام يقصر 2-3 سنتي. قلت لك عمرك شفت عام قصر؟ العام اللي بياخد كورتيزول ممكن يقصر. مش المشكله انه يقصر، المشكله ان الفيرتبرا الفورامينا هتضيق فتضغط الاعصاب، بين اجرك الله. وعش كده علمتك ما تحفظ اوستيوبوروزس، تبقى فاهم فين في الفيرتبرا الكولام. يبقى الحل العل بديله كورتيزول every few month، اعمل له اكس راي على الفيرتبرا الكولام. يبقى ده اول حاجه، حضرتك بالكورتيزول اللي اديته العيان حطمته جلد ولحم وعظم. نمره 2، ناخد على الفات. بيحطم الفات، يعمل لايبوليسيز ويعيد توزيع الفات، فيوزع الفات في حتتين، في الفيس يديني مون فيس، وجهه كمثل القمر استدارة وليس جمالا، والترانكال اوبيستي في الترانك، انما الليمز الاطراف الاربعة والهيبس الارداف اللي هي منطقة الجلوتيا ريجون تبقى رفعة جدا. يعني بيشيل الفات من الاطراف والارداف ويحطه في الفيس والترانك، فيقول لك مون فيس وترانكال اوبيستي. طب والليمز والهيبس ار فيري ثين زي ما انت شايف في الرسم. للاوائل المون فيس ليه سبب تاني غير الفات، ليه سبب اخر غير الفات، الاديما. يبقى في سببين للمون فيس، الريديستريبيوشن اوف فات والاديما للاوائل. تبقى فاهم دي كويس، مهمه، لازم تفهم كويس قوي مرض الكوشنج ده، مهم جدا. واديك شايف عندنا هنا في امريكا يقولوا تعبير سخيف قوي، يقول لك بافلو بادي، عيب يعني. يعني بيقول زي الجاموسه، ما فعلا الجاموسه بيبقى الترانك بتاعها كبير والاطراف الاربعه بتاعت الجاموسه رفيعه، فساعات بدل ما يقولوا ترانك الاوبيستي يقولوا بافلو بادي ومون فيس. نيجي اللي بعدها، بيربل ستراير اهي تحت. لما يتحط الفات كتير يا اولاد في الابدومن، فالابدومن السكين يتشد، فالكابيلاري تفرقع وتعمل بيربل سترايا، في الاخر طبعا بتحول لفايبرس تيشو تبقى سترايا البيكانز. يعني الاول سترايا روبرا لونها تقريبا محمر، وبعدين تبقى سترايا البيكانز اللي هي فايبرس تيشو لونها. انا عايز اعلمكم حاجه لطيفه بره القصه، اعتبرها فقط معلومات العامه. كل ست حامل وخلفت بص على بطنها، بسبب ان بطنها بتكبر فالسكين بيتشد، تفرقع الكابيلاري، الاول تبقى لونها احمر وبعدين تحول لفايبرس تيشو، عندها سترايا في بطنها، سترايا البيكانز. حتى لو طبيب نابه يبقى كده بص على العيان، انت خلفتي قبل كده عشان عندها سترايا. اي واحد يتخن وحتى لو خس بعد كده ان شاء الله بقى رفع كده، اما يتشد الجلد من التخ تفرقع الكابيلاري، الاول سترايا روبرا وبعدين تبقى سترايا البيكانز. يبقى برضو الطبيب النابه بيكشف على عين رفيع ولقى سترايا، يقول انت كنت تخين وخسيت، يقول لك ده دكتور فاهم، انت فاهم ايه اللي حصل، لما تخن زي في الترانك الاوبيستي هنا تشد الجلد فرقعت الكابيلاري، سترايا روبرا بقت بعدها سترايا البيكانز. نبقى فاهمين طب مش حافظين طب يا اولاد. وبعدين في هايبرلايبيميا وكيتوزيس، طبعا لما هو بيعمل لايبوليسيز يزود الليبيد في الدم
يبقى هايبرليبيميا بقى حاجه سخيفه، يعني دهون الدم تزيد. انت عارف بقى الهاي دنسيتي هي الخطيره، الباد كوليسترول والترايجليسرايدز والحاجات دي وكيتوزيس، يعني وان فورم اوف اسيدوز. تقل الكربوهيدرات يا اولاد. قلنا الجلوكوكورتيكويدز بتعمل جلوكونيوجينس. اقول لك حاجه، اقوى انتي انسولينيك هرمون هو الجلوكوكورتيكويدز كورتيزول. فالعيان يحصل له هايبر جلايسيميا، يعني زياده الجلوكوز في الدم، وانسولين ريزيستنت دايابيتس ميليتس، يعني يجي له نوع من الدايابيتس ميليتس ريزيستنس للانسولين، ما يتعالجش بالانسولين، او يسموه استيرويد دايابيتس، لانه مش بسبب نقص الانسولين، ده بسبب زياده الجلوكوكورتيكويدز اللي هي ستيرويدز. فليه اسمين، يعني استيرويد دايابيتس ميليتس عشان تفرقوا، ده مش بسبب نقص الانسولين، ده بسبب زياده الاستيرويد اللي هم جلوكوكورتيكويدز، ويقاوم الانسولين، يبقى انسولين ريزيستنس، لان الجلوكوكورتيكويدز بتقلل الافينيتي اوف انسولين تو اتس ريسبتور، يعني يديك نوع من الدايابيتس مش لذيذ. يبقى بلخصها في الاخر في جمله جميله اما ننتقل لبعدها، يبقى خدنا في الجلوكوكورتيكويدز بلاد بروتين كاتابوليزم وفات كاتابوليزم وكربوهيدرات، وبعدين في ايتم رابع اقل اهميه تملي، يعني ثلاثه اساسيين، عشان كده قلت هنا الثلاثيه مش زي الهايبر الدوسترونيزم، ثلاثيات اساسيه وحاجه رابعه كده بتتحط على السنترال نيرفس سيستم. العيان عنده انسوميا، ارق، انت فاهم ليه؟ لان قلت لك ان الكورتيزول بيزود الاويكن تايم، وقلت ممكن يعمل اي مرض نفسي اب تو سكيزوفرينيا، لكن اكتر حاجه بيعملها يوفوريا، العيان يبقى مبسوط، وده من رحمه ربنا. قلتها لكم، العيان عنده مرض عضال اضطروا ياخد الكورتيزول، يبقى المرض العضال ده الاول يضايق، والكورتيزول عمل له مرض تاني اللي هو الكوشنج. فلرحمه ربنا عاوز يحافظ على نفسيه العيان، فخلى الكورتيزول اكتر حاجه سيكولوجيه يعملها العيان يبقى مبسوط، قابل الوضع، يوفوريا، هي دي رحمه ربنا يا اولاد. ويزود الابيتايت، الاكسس كورتيزول بيزود الابيتايت، انه بيزود اكتر نيوروبوبتايد واي عن انه يزود اللابتين، فبيبقى العيان عنده زياده في الابيتايت. ده الاكشن الجلوكوكورتيكويدز. نيجي على المينرالو، ممكن تشرحها عادي زي هناك، بس طبعا مش ده المرض الاساسي، يعني تقول عيان عنده هايبر ناتريميا وهايبوكاليميا وعنده ديكريز هيدروجين اللي هو عنده الكالوزيس، ممكن تقول ثلاث عوامل اساسيه. بس ايه اهم حاجه هنا؟ ان الهايبر ناتريميا هتاخد وراها ميه، هتاخد وراها الاول الصوديوم، هياخد وراها كلورايد، هياخد وراها ميه، يبقى هيعمل لي هايبرتنشن. في كام في الميه من الحالات؟ 80 ل 85% من الناس اللي بياخدوا كورتيزول بجرعات كبيره لمده طويله يجي لهم ضغط. طب ناخد الاكشن اللي هو بسبب زياده الاندروجين، اكسس اندروجين. مين يضار بان شويه جلوكوكورتيكويد يتحولوا لهرمون ذكري؟ طبعا مش الذكور، لان الذكور اوريدي عندهم كميه هرمون ذكري بكميه رهيبه طالعه من التستكل، يبقى اللي هيضار هو الانثى. فيحصل لها هيرسوتيزم، يزيد الفيس والبادي هير، لان الاندروجين بيزود شعر الوجه وشعر الجسم. فلو انثى هيبقى عندها شنب، تصور طالعه شنب، هيرسوتيزم، انكريست فيس وبادي هير. ومعروف الاندروجين بيزود الاكني اللي هو حب الشباب، اللي هو عباره عن ايه حب الشباب؟ برضه اقوله في عباله، عباره عن انفليمد سيبيشس جلاند سكريشن، سيبيشس جلاند، يعني بيبقى السيبيشس جلاند الغدد الدهنيه الضغط انفليمد، فالضغط يقفل ويتجمع جواها افرازات دهنيه، ده حب الشباب بيزيد، ده بيزودوا الاندروجين. ده ميل وفيميل طبعا، بس في الفيميل اكتر، لان اساسا ما عندهاش اندروجين، عشان كده حب الشباب حتى اوريدي قليل قوي في الفيميل. وبعدين نيجي اخر حاجه اللي هي قلناها مهمه نمره 4 بعد ما خلصنا الجلوكو والمينرال والاندروجين، اللي هو الاي سي تي اتش. ازاي تعرف ده عنده برايمري ولا عنده سكندري؟ قلنا حضرتك، بص اسف بلاش نقولها برايمري وسكندري، هل هو اي سي تي اتش ديبندنت، يعني بيتيوتري مزودها الاي سي تي اتش وبالتالي مزودها جلوكوكورتيكويدز، ولا تيومر في الادرينال كورتكس منقص الاي سي تي اتش؟ بص على الجلد بتاع العيان، لو لقيت العيان عنده الجلد بتاعه بيجمنتيشن يبقى الاي سي تي اتش زايد، اي سي تي اتش اكسس،
يبقى ده ACTH dependent hyperaldosteronism ACTH dependent كوشنج اسف. اما لو لقيت السكين بيل يبقى ده مفيش ACTH يبقى ACTH independent ده تيومر في الادرينال كورتكس. قلت لكم ده سبوت دايجنوز، هيقول لك العيال اللي قصادك ده عنده كوشنج. قول لنا هل هو ACTH dependent ولا ACTH independent؟ بص على الجلد، لو ACTH dependent يبقى ACTH زايد هو اللي بيعمل بيجمنتيشن في الانسان يبقى العيان عنده بيجمنتيشن. ACTH independent يبقى ACTH ناقص يبقى الجلد بيل. انا بحب اقولها في جمله يعني مش لذيذه قوي بس اضطر اقولها عشان احفظك. عاوز اوريك في جمله كده سهله صغيره نتاج انك اديت العيان كورتيزول، وانا لا الومك لان احنا بنقول يعني امراني خيرهما مر. عيان عنده مرض عضال فاستعنت عليه بكورتيزول وبيدي مرض اقل شويه، انت عملت ايه في العيان؟ هقولها بجمله بالعربي مش هتنساها عشان تفهم ظواهر الكوشنج. حطمت العيان جلد ولحم وعظم وجبت له ضغط وسكر. ضغط وسكر، اللي عنده سكر بيقول لك انا صاحب مرض، فقول عنده ضغط بيقول لك انا صاحب مرض عندي ضغط. انت بقى جبت له ضغط وسكر وبهدلت شكله، حتى خليته مون فيس وجهه مستدير وجسمه مع الاعتذار زي الجاموسه ترانكر اوبيستي اللي هي الترانك بتاع الجاموسه ضخم والاطراف بتاعها رفيعه، الليمز والهيبس رفيعين. ولو ست عملت لها هيرسوتيزم وزودت حب الشباب في وشها وايفن لون العيان غيرته يا خليته بيجمنتد يا اما بيل. ده عشان ساعات الواحد بيقول لي اه الجمله اللي انت قلتها دي تفكرني كده في تحرير النقاط الاساسيه بطريقه جميله. يبقى جبت له ضغط وسكر، اوعى تنساها اللي هو مرضي العصر، اللي عنده ضغط بس يبقى صاحب مرض، واللي عنده سكر بس صاحب مرض. انت جبت له ضغط وسكر وحطمته جلده ولحمه عظم وغيرت شكله مون فيس وبافلو بادي وهرسوتيزم واكني ولون جلده اتغير بسبب الاس تي اتش، يا بقى بيجمنتد يا بقى بالور، مش هتنسى ده الكوشنج. قلت الكوشنج برضو النقاط اللي فيه ثلاثه نقوله في عجاله وتسمع الفيديو، يا اما اي سي تي اتش اندبندنت لو كان الورم في الكورتكس في الزونا فيسكولات، اي سي تي اتش ديبندنت لو كان الورم في البيتيوتري بيطلع اس تي اتش، يا اما احنا السبب الاساسي لما بندي العيانين كورتيزول. يبقى ثلاثه هنا ثلاثه. طب المانيفستيشنز اساسا ثلاثه اساسيين، مانيفستيشن بسبب زياده الجلوكو، ولان الجلوكو عنده مينرالو يبقى كان المينرالو زايده، ولانه بيتحول في الليفر الى اندروجين كان الاندروجين زايده، ثلاثه اساسيين زائد الاس تي اتش يبقى ثلاثه اساسيين زائد الاس تي اتش. طيب الجلوكو ثلاثه اساسيين، بروتين كاتابوليزم حطمته جلده ولحمه عظم، وبعدين الفات مون فيس وبافلو بادي والاسترايا وبوظت دهون الدم. الواحد يقول لك يعني الدهون بايظ، عنده ترايجلسرايدز والهاي دنسيتي الحاجات المضره بايظ وكيتوزيس. طب النقطة الرابعة اللي هي مش مهمة قوي، السي ان اس اللي هو عرق ويوفوريا وزيادة الابيتايت. طيب وبعدين مينرالو هايبرتنشن، الاندرين في الفيميل هيعمل لها هيرسوتيزم واكني، دي النقطة التلاتة الأساسية جلوكو مينرالو واندرين. وتحط نقطة رابعة اللي هي لون الجلد الاس تي اتش زايد ولا ناقص. طيب ننتقل بقى للاكسس اندروجين اللي هو الزونا ريتيكولاريس يا ولاد. hypersecretion of adrenal androgen، ما احنا قلنا الزون ارتيكولاريس بتطلع اساسا اندروجين، اساسا بتطلع مين؟ اندروجين. يبقى قلت لك ان الزون ارتيكولاريس هتاثر على الجينيتاليا فيسموا المرض ادرينو جينيتال سيندروم، اوعى تنسى اسم المرض ادرينال كورتكس الاندروجين بتاعها هياثر على الجينيتاليا فيسموا المرض ادرينو جينيتال سيندروم. تفتكر زيادة الاندروجين هتبقى اكثر خطورة في الميل ولا في الفيميل؟ انا اتصور في الفيميل، عشان كده هناخد مرضين في الفيميل ومرض واحد في الميل حسب حصلت في انهي لحظة في العمر. لو في الانتراوتراين لايف جنين زاد عنده الاندروجين وهو جنين فيميل، جنين فيميل
في الانتراترين لايف زاد عندها الاندروجين. الاعضاء بتاعتها هتتحور بطريقه ذكريه. يعني هنلاقي معلكوش الكلام ده بس اقوله لك. الليبيا انلارجد كانها اوبن سكروتم. طب ويل اهي يبقى الليبيا انلارجد كانها اوبن سكروتم والكليتوريس هيبقى انلارجد زي البينس حتى بالظبط لو عاوز معلومات محترمه زي الهايبوسبيديك بينس. ايه بقى الهايبوسبيديك بينس؟ خليها دي فقره المعلومات العامه للزملاء الاصغر سنه. اشهر ديفورميتي في البينس بتاع الذكر ان بدل ما اليوريثرا تفتح في التوب هنا ده في معظم الذكور تفتح في الاندر سيرفس. ممكن تصلحها طبعا بنصلحها جراحيا ده حاجه مالناش دعوه بيها دي مش في المرض ده خالص بس لما بتفتح في الاندر سيرفس بيبقى البينيز ماتني يسموه هايبوسبيديك بينيز ده مالناش دعوه بالقصه دي ده اشهر ديفورميتي في ذكر عادي طبيعي ابن حلال. هنا بقى الكليتورس لما بيكبر بيبقى زي البينيز الماتني فيسموه لايك هايبوسبيديك بينيز. يبقى حضرتك لما البيبي ده هيتولد حضرتك هتفتكروا ايه؟ افتكروا ميل طبعا. الليبيا كبيره زي السكروتم بس كانه مفتوح والكليتورس كبير كانه بينس. بينما هذا البيبي فيميل. طب عرفنا منين ان هو فيميل؟ برضه علمك طب كويس. تحديد انت ذكر او انثى بشيئين لا ثالث لهم. الجينيتك كونستيوشن لو انت اكس اكس تبقى فيميل اكس واي تبقى ميل. جينيتك كونستيوشن اهي جينيتك كونستيوشن. والجونادز عندك اوفرست تبقى انت فيميل عندك تسكل يبقى انت ميل. فهذا المرض العيان عنده الاتي. شوف 3 جي حلوه قوي قوي هفصلها الاجابه بطريقه جميله قوي. عنده الجينيتك كونستيوشن والجونادز بتاعت 1/6 وهو فيميل يعني ده 100% فيميل لكن اكزهيبت الجينيتاليا of the opposite sex اللي هو الميل. شكل الجينيتاليا زي الميل وعلى فكره دي ملهاش اي قيمه دي في نص ساعه هنشيلها نرميها في الجاربج في جراحه بسيطه كده اقطع كل الزباله دي وارميها فهي في ميل 100%. سموا هذا المرض ايه بقى يا اولاد؟ سودو هيرمافروديتيزم. سودو هيرمافروديتيزم. امال هو تعريف السودو هيرمافروديتيزم؟ قبل ما نعرفها تعالى اعلمك ترمينولوجي جابوا منين كلمه سودو هيرمافروديتيزم. سودو يعني كاذب، هيرمافرودايت كاذب. احنا عارفين ان الكائن الهيرمافرودايت ده عنده الاعضاء الذكريه والتناسليه سموه هيرمافرودايت. طب جابوا منين الكلمه؟ اسطوره يونانيه بتقول ان اله القوه هرماخس اتجوز الهه الجمال افروديت. اساطير طبعا. اله قوه هرماخس اتجوز اله الجمال افروديت يبقى مش هيطلعه عيل زي بقيه الناس. طلعوا عيل يقدر يشتغل كذكر وانثى عنده تيستيكل وعنده اوفرس ده الترو هيرمافرودايت اللي هو عنده الاثنين. طب هتسالني سؤال بره قصتنا، هل في الدنيا في ترو هيرمافروديتيزم؟ اه في تصور في كائن عنده الاثنين ويبقى الجينيتك كونستيوشن بتاعه اكس 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 واي يعني 2 اكس واكس واي كمان بس عددهم ما يتعدش على اصابع اليد الواحده. انا ما عديتهمش انما بتصور يعني اكستريملي رير في ترو هيرمافروديتيزم. اللي عندنا ده مش كده خالص، ده شائع جدا السودو هيرمافروديتيزم. ده فيميل نستطيع ان نقسم باغلظ الايمان انها فيميل لان عندها الجونادز بتاعت الفيميل اوفرز والجينيتك بتاعت فيميل اكس اكس بس الكلام الفارغ اللي ملوش قيمه الجينيتاليا لوكس لايك ميل اللي هي هنشيلها في ثانيه بعمليه جراحيه. يبقى ده فيميل نقسم باغلظ الايمان هي فيميل فيميل بس يوم ما اتولدت احنا ما بنشوفش المهم ما بنشوفش المهم احنا ما حدش شايف الاكس اكس ولا شايف الاوفر شايفين اللي مش مهم اللي بره الجنتال افتكرناها ميل فده يسموه سودو هيرمافروديتيزم. يبقى ايه تعريفه؟ بيبي عنده الجينيتك كونستيوشن والجونادز اوف 1 سكس وهو الفيميل but exhibit the genitalia of the opposite sex وهو الميل. يبقى كام جي يا اولاد تحفظوها مع حياتهم؟ 3.
وهذا السودو هيرمافروديتيزم ثلاث انواع خلاص. مش طبعا بياند لو بوست جراديوت نشرح لهم بوست جراديوت كمان بيدرسوا متخصصين انها فيهم نوع بيتولد ميت اللي هو ما عندوش، بس بحب اقوله عشان كده، اللي هو عنده ديفكت في ال 11 هيدروكسيليز انزيم، يعني الجنين ما عندوش 11 هيدروكسيليز انزيم، فيبقى الكورتيزول ما فيهوش الاو اتش جروب اللي هي قوه الكورتيزول، قلت في الهيدروكسيل جروب ات كاربون 11 ما بيتحملش اول ستريس وهالولاده ويموت. يعني حتى السودو هيرمافروديتيزم ده ثلاث انواع، نوع يحتفظ بالملح ونوع يفقد ملح ونوع يتولد ميت اللي هو ما عندوش الاو اتش في ال 11 جروب لان ما عندوش ال 11 هيدروكسيليز انزيم كونجنتال ديفكت فيه. ما علينا، ده كانت فقط معلومات عامه، بس احب نثري المحاضرات للناس اللي بتسمع مش نقرا. طيب تاني مرض يا ولاد ميل، بقى مش في ميل، اول مره كان في ميل، تاني مره بميل، وهو عنده 5-6 سنين طلع عنده ورم في الشبكه الزون ريتيكولاريس بتاعه الجنس طلعت اندروجين كتير، وهو 5-6 سنين يبقى يبلغ يحصل له بيوبرتي قبل ميعادها، بريكوشيس يعني قبل الميعاد. تلاقي الواد عنده شنب ودق، صوته تخن، عضلاته بس فيها بس هذا بلوغ كاذب. ليه بقى؟ فكر معايا بذكاء، لما يطلع ورم في الزون ريتيكولاريس يزود الاندروجين، يبقى بالنيجاتيف فيدباك ميكانيزم الجونادوتروبينز الاف اس اتش والال اتش يحصل لها ايه؟ تقل، يبقى يحصل له جنادة الاتروفي تستيكولار اتروفي، يبقى ما يخلفش، يبقى بس منظر لكن ما فيش جوهر، يبقى يسموها بريكوشيس يعني قبل الميعاد حصل له بيوبرتي. هو عنده 5 سنين طلع ورم في الزون ريتيكولاريس طلع اندروجين كتير، كل ظواهر رجوله، صوت تقين، شنب ودقن، عضلات، اللي انت نفسك فيه كله، وهو 5-6 سنين بس. الاندروجين لما ذهب بالنيجاتيف فيدباك قلل الجونادوتروبينز بتوع البيتيوتري الاف اس اتش والال اتش، فالجونادز حصل لها اتروفي نوت ستيكولار فانكشن، عشان كده سموها سودو. سودو يعني كاذب، بلوغ كاذب مبكر، بريكوشس يعني مبكر قبل الميعاد، سودو كاذب بيوبرتي. وده مرض ما يضحكش يا اولاد، غير ان الطفل ده بيحصل له سايكولوجيكال ديستربنس لان له مظهر الكبار وعقليه الاطفال، فله مقبول في عالم الكبار، عارفين ان عنده 5 سنين ولا الاطفال الذين يلعبوه معاهم لان شكله راجل، يبقى سيفير ايموشنال ديستربنس سايكولوجيكال ديستربنس تؤثر حتى على ابائه. واثنين انه ابتدى عمره بدري فيخلص بدري، عنده بروجرام بتاع السيلز بدا بدري فبيموتوا صغيرين، ده اعتبره برضه فقد معلومات العامه. انت عليك بس بريكوشيس سودو بيوبرتي. وليه قالوا سودو؟ لانه مفيش تستيكولار فانكشن، ان الجونادوتروبينز ناقص. نيجي لو جه هيجي لك المرض الثالث، ادل فيميل، بنت اتولدت بنت زي الفل، سميناها فتحيه ولبسناها حلق كل شيء زي الفل، ثم شاء العلي القدير انه هي شابه وهي ادلت يطلع ورم في الزون ريتيكولاريس يطلع لها اندروجين، اندروجين طلع في فيميل، فيدي مرض اللي هو قلناه بقى الادرينوجينيتال سيندروم، خلاص اللي هو الاسم الاساسي اللي هو في الحاله دي هنسميه ماسكولينايزيشن، يعني ماسكولينايزيشن ده نوع، هم كلهم ادرينوجينيتال سيندروم بس ده لانه اشهرهم ممكن نطلقه عليه بوجه خاص، ماسكولينايزيشن عشان المصل او فيريلايزيشن يعني مرض الاسترجال، فيريلايزيشن او ماسكولينايزيشن. ثم من امست فتحيه اصبحت اليوم فتحي. تعال نشوف بقى هنا، لازم تحفظ التفاصيل، هتختفي او الاول هتظهر ظواهر الرجوله في بنت، فالهير بتاعها هيحصل لها الاتي، هيزيد الفيس والبادي هير، يبقى عندها شنب والبادي هير هيزيد، وممكن يحصل لها بولدنس لو عندها الجينيتك كونستيوشن، برضو دي عاوز اشرحها يا ولاد فاخر معلومات عنها. الصلع لازم حاجتين عشان تصلع، لازم تبقى ذكر يبقى في اندروجين، ولازم يبقى عندك الجينيتك كونستيوشن بتاع اللي هو الهيريديتري فاكتور، يعني اللي هو الجينز بتاعتك بتعمل صلع، عشان كده مش كل الولاد يصلعوا، كل الولاد عندهم اندروجين بس مش كلهم عندهم الانهيريتنت فاكتور الهيريديتري فاكتور
الجينيتيك فاكتور مش موجود عندهم كلهم. ليه البنات عمرهم ما يصلعوا؟ لان حتى لو عندهم العامل الوراثي ما عندهمش اندري. طب دي بقى طلع عندها اندري، فلو معاها كمان العامل الوراثي تصلع. عشان كده البولدنس مي بي بولدنس، مش لازم تصلع لو عندها العامل الوراثي بتاع الصلع. انما الهير هيحصل لها ايه؟ هيزيد الفيس والبودي هير خلاص، وبعدين يقل السكالب هير، لان طبعا الاندروجين بيقل السكالب هير، ومي بي بولدنس لو عندها العامل الوراثي. يبقى ده بالنسبه للهير. طب تاني حاجه الاندروجين بيعمل اكني، يبقى هنبص نلاقي يطلع لها اكني، اللي هو قلنا عباره عن ايه؟ انفليمد سيبيشس جلاند، يعني بيبقى انفليم. عشان كده علاجها سهل جدا دلوقتي، الاكني ما حدش يسيب نفسه بالاكني، في انتي بيوتيك رهيبه بتشيلها، تعلموها. كان اول واحد اريثرومايسين، دلوقتي في حاجات احسن كتير. اكني ده عباره عن انفليمد جلاند، سهل عليك عالج الانفلاميشن. طب نمسك اللارينكس، الانجيوم بيكبر اللارينكس، فتبقى عندها لارج لارينكس زي تفاحه ادم كده بارزه، وبعدين الفوكال كورس تبقى تخينه وطويله فحركتها صعبه، يبقى لو بيتش فويس، يبقى صوت غليظ. وبعدين فتحيه عضلاتها تقوى، انكريز ماسل بالك نمبر 4. وبعدين فتحيه الفات ديستريبيوشن يبقى لايك ايميل، الفات زي الميل. برضه احب ارسمها لكم واوريك بماذا يتميز الفات في الفيميل. يا اولاد الفات في الفيميل بيديها راوندد كونتور، انما الفات في الميل بيديله انجلز. خلاص يبقى في الفيميل بيديها راوند كونتور، انما في الميل بيدي انجلز. اهي اوريها لك بال. يعني الفات في الفيميل يديها راوند كونتور، حتى تلاقي الراجل اللي هو بتاع الكاريكاتير كده لما يرسم فيميل يرسمها ازاي، يقعد يرسم كده اهي. تعال نوريها دي احسن شويه، اهي راوند كونتور، انما الميل انجلز زوايا. بيجي حتى اقولها لكم عشان ما تنسوهاش، يعني باسلوب اقل تهذبا بس عشان ما تنساش. لما ميل لما ميلز بيتكلموا على فيميل ساعات بالاشاره بس، يقول لك يعني هو فاهم كده راوند الكونتور تبقى فيميل، انما في الميل بيبقى الفات بيدي انجلز، فاصبحت فتحيه زوايا دلوقتي، ما عندهاش الراوند الكونتور ده، بقت فتحيه زوايا. يبقى خمس حاجات من خصائص الميل ظهرت عندها. الهير بقى لايك ميل، الاكني زاد زي الميل، الفويس كبرت اللارينكس انلارجد لارينكس وانلارجد ثيك فوكال كوردز، فعملت لها حتى ديبنينج اوف فويس، لو بيتشد فويس، صوت قليل التردد، لو بيتشد ديب فويس، والماسلز انكريز ذا بالك، والفات ديستريبيوشن لايك ايميل بقت زوايا. يبقى كام حاجه بقى من خصائص الميل؟ خمسه. طب وتفقد ما يخص الفيميل، ان البريست هتبقى سمول، واليوترس هيحصل له اتروفي، وبالتالي بالتبعيه ما اليوترس يحصل له اتروفي اللي هو مبعث الدوره الشهريه، يبقى يحصل لها امينوريا خلاص، يعني يتوقف الحيض. يبقى ده يبقى ظهرت حاجات الميل باللون الاسود اهي، واختفت مقاومات الفيميل، صدرها صغر، البريست، اليوترس صغر، وحصل امينوريا، ما عدا حاجه واحده هتكبر للاوائل اللي هي بتعتمد على الاندروجين. الكليتوريس هو الحاجه الوحيده اللي هتكبر، لان الكليتوريس البذر في الفيميل يمثل البينس في الميل، فبينمو بالاندروجين. ايه اهم نقطه بقى؟ كل اللي قلناه ده كلام ملوش قيمه. في بنات عندها هرسوتيزم، شعر كتير وفي منتهى الانوثه، وبنات عندها اكني في منتهى الانوثه، وبنات صوتها تخين وفي منتهى الانوثه، وبنات بتلعب رياضه وبتروح الاولمبياد في منتهى الانوثه. الحاجه الوحيده اللي تخليك تقول فيريليزم من لا، حاجه واحده بس اللي هي اخر واحده بلون لازم، ان لما تشك ان في ميل عندها فيريليزم قول لها من فضلك اديني عين البول، فضلك عين البول، وتشوف ال 17 كيتو ستيرويد ان يورين. ال 17 كيتو
ستيرويد ان يورين اللي هو الاند برودكت اوف اندروجين، لو لقيته زايد جدا يبقى ده فيريزم. ادينا علمتك حاجه مهمه جدا، اوعى تدخل لك هنا يعني شو السويو ترفع عليك قضيه، على واحده عندها شنب تقول لها انت راجل، صوتها تخين تقول لها انت راجل، عضلاتها قويه تقول لها انت راجل، الفاب بتاعها زوايا تقول لها انت راجل، اي واحده تشك ان عندها فيريزم قول لها من فضلك عيني بول ما تنطقش. لو لقيت ال 17 كيتو ستيرويدز في اليورين اللي هو الاند برودكت اوف اندروجين زايد، امضي على التشخيص ان دي فيريزم بس. اي حاجه تاني ملهاش قيمه. تعال بقول لك اختار مين اهم واحده هتشخص الفيريزم، انكريس 17 كيتو ستيرويد اللي هو الاند برودكت اوف اندروجين ان يورين، باقي كله لا. الاهم سبب للهرسوتيزم في الفيميل وراثي، ملوش اي علاقه بان هو يبقى عندها اندروجين، ان يبقى شعر كتير في الفيميل، شعر الجسم والفيس في ستات كتيره كتير وفي منتهى الانوثه، في ستات كتير عندها اكني، في ستات صوتها تخين، في ستات عضلاتها كويسه يعني سؤال. يبقى ده الادرينوجينيتال سيندروم او الماسكولينيزيشن. يبقى لو جالك ادرينوجينيتال سيندروم اللي هو يطلق عليهم التلاته طبعا، بس اهمهم الاخير اللي هو ماسكولينيزيشن او فيرلايزيشن، يعني حتى بلاش تقولها دي عشان ما تلخبطش روحك، خلي هنا ماسكولينيزيشن او فيرلايزيشن. قلنا خدنا حالتين في الفيميل وحاله في الميل. في الانتراتوراين لايف فيميل عندها اندروجين كتير، فالجينيتاليا هتتطور بصوره ذكريه، قلناها هيبقى الكليتوريس انلارجد لايك اي بينس، هايبوسبيريك بينس، والليبيا انلارجد لايك ان اوبن سكوت. فنفتكرها ميل، بس هي فيميل ليه؟ لان احنا بنشخص ميل بفيميل. هقول لك مره تاني ازاي نعرف ميل من فيميل في الشفه، وتقول له حاجتين مش ثلاثه، مش جينيتالي، الجونادز والجينيتك كونستيتيوشن. الجينيتك كونستيتيوشن اكس اكس تبقى فيميل، اكس واي تبقى ميل، اوفرز الجونادز تبقى فيميل، تيستكل تبقى ميل. فهي فيميل نقسم باغلظ ايماننا فيميل، لكن الجينيتاليا اللي بلاش لازمه اللي هنشيلها في 10 دقائق زي بتاعت الميل. يبقى كام جي يا اولاد؟ 3 جونادز اند جينيتك كونستيتيوشن 1 سكس اللي هو الفيميل، جينيتاليا اوف ذا اوبوزيت سكس اللي هو الميل. تاني مرض قبل بري بيوبر قبل البلوغ، هنا خدنا ميل، ميل طلع عنده اندروجين كتير قبل ما يبلغ وعنده 5 سنين، يبقى بلوغ مبكر كاذب، بريكوشيس سودو بيوبرتي. وفاهم ليه سودو؟ هنسالك، لان الاندروجين لما يزيد من الاديان كورتكس ينقص الجوناتروبينز، فالجونادز اللي هي التستكل يحصل لها اتروفي، يبقى ما يخلفش. بلوغ كاذب هيخلف ازاي؟ اشهر مرض الاضل فيميل فتحيه طلع عندها اندروجين تبقى راجل، ماسكولينيزيشن او فيريلايزيشن. هتقول لهم ازاي؟ بطريقه منظمه مع عشقت مثل عشق النضال، ثلاث مجموعات. مجموعه الميل تاخد ثلاثة في الفيس، الهير انكريست فيس وبادي هير، الاكني، والفويس في الهيد النك، صوتها يبقى تخين، انلارجد فوكال كورز وانلارجد لارينكس وصوتها تخين، ديفنينج فويس. وبعدين البادي تاخد الماسلز انكريست بالك والفات ديستريبيوشن لايك ايميل يعني انجلز. تاني مجموعة انها فقدت خصائص الفيميل، البريست صغر، اليوترس صغر، بس في حاجة واحدة كبرت اللي هي الكليتورس حصل له انلارج وعليه حصل لها امينوريا توقف الحيض. طب تالت مجموعه هي الاهم تشخصها ازاي بال 17 كيتو ستيرويدز ان يورين زيت. نيجي المرض الاخير بقى اللي هو الهايبو فانكشن اللي هو اديسون سندروم، في صورته الكرونيك سموه اديسون سندروم خلاص، وفي صورته الاكيوت سموه اديسونيان كرايسيس يعني ازمه اديسون، ازمه كرايسيس يعني ازمه. واحد برضو بيحب يسألني يعني ايه سندروم؟ سندروم يعني مجموعة اسباب تؤدي لمرض معين سموها سندروم. لما يبقى المرض له اكثر من سبب سموه سندروم، يعني مرض واحد باكثر من سبب سموه سندروم. كرايسيس يعني ازمة، ده نظري مهم السؤال في برضو ايه الكوز؟ في كذا سبب. قلت زمان قبل ما نقضي على التي بي كان اهم سبب للاديسون ان جرثومه التي بي السل تحطم الادرينال كورتكس بطبقاته الثلاث. النهارده اشهر سبب هو الاوتو اميون ديزيز. في سبب تاني كانسر، يعني واحد عنده كانسر
مش كانسر في الادرينال جلاند، كانسر سمع في الادرينال كورتكس، يعني هو من حته تاني، وحصل ميتاستاسيز يعني شظايا من هذا الكانسر راحت حطمت الادرينال كورتكس باللير الثلاثه. فهنا بقى انا متوقع ان لازم يبقوا ثلاثه يا اولاد. تاخدت بالك ان كل النهارده رقم السعد كان ايه؟ كان ثلاثه اهو، هنا ثلاثه خلاص، هنا هنيجي في الافكتس ثلاثه، بس كان اوضح ممكن فين؟ في الهايبر الدوستيرونيزم كان ثلاث امراض وثلاثه اينز وحاجه زي الفل. في الكوشن كان ثلاثه مهمه ومعاها حاجه رابعه اقل اهميه. هنا بقى الثلاثه ليه اربعه، يبقى نقص الجلوكوكورتيكويدز، نقص المينرالوكورتيكويدز، نقص الاندروجين، ثلاثه ثلاثه يعني. نقص الجلوكو اللي هو ده، هو اسمه جلوكو، جلوكو يعني بيعمل جلوكو نيوجينيسيس، يبقى هيبقى فيه هايبوجلايسيميا، الجلوكوز ليفل ناقص. الفاستنج، الصايم، والبوست برانديال بعد الاكل. تاني حاجه بقى سيفير ماسل ويكنس، مش بسبب ان فيه بريك داون، مفيش هنا بريك داون، بسبب حاجه تاني خالص، مفيش جلوكوز، الماسل هتشتغل ازاي؟ يبقى فاتيج. ومش بس مفيش جلوكوز، وهنلاقي بعد شويه الضغط ناقص، في هايبوتنشن، واحد ضغطه قليل وسكره قليل، عكس الكوشن كان هناك عنده ضغط وسكر، هنا الضغط قليل والسكر قليل، يبقى المصل تشتغل ازاي؟ ده الواحد لما بيبقى دايخ بيقول اسولي الضغط، اسولي الضغط، يكون حاسس ضغطي قليل مش قادر اتحرك. فعنده سيفير ماسل ويكنس وفاتيج ولوس اوف ويت. طيب نمره سي، ديكريز ريزيستنس تو ستريس، حط سي اي. احنا قلنا ان هو ده انتي ستريس، صلحها احسن صوره لطف. ديكريز ريزيستنس تو ستريس، بدون الكورتيزون، لو شلنا الكورتيزون تماما يتوفاك الله، يقل زي هنا، يبقى مقاومه الاستريس هتقل. نمرة أربعة، طب هنا لما نقص الجلوكوكورتيكويدز بالنيجاتيف فيدباك الاي سي تي اتش يحصل له ايه؟ يزيد، يبقى العيان عنده بيجمنتيشن. برضه فقرة معلومات عامة، بيجمنتيشن ده فين يعني؟ خمس حتت مهمة يا أولاد ندور عليها في البيجمنتيشن، مش الكلام ده بس عشان تفهم، مش عاوز نحفظ واحنا مش فاهمين هنشخص ازاي. تدور عليه في الجامز اللي هي اللثة دي، في الكريزيس اريا، أي حتة فيها كريزيس هنا، في البريشر اريا، عارف لما بقعد كده واضغط ده البريشر نفسه بيعمل بيجمنتيشن. خلاص الناس حتى ما بتصلي البريشر بيؤدي الى بيجمنتيشن، كلنا عارفينها، فما ادراك في الاديسون يبقى البيجمنتيشن اكتر في الحتت دي. في الاولد سكار، لو انا عامل عمليه ابندكس مثلا خلاص وفي سكار، او اتعورت وفي سكار، يبقى في بيجمنتيشن. وجنرال سبيكينج في الاريا اكسبوز للصن، ان الصن بتعمل بيجمنتيشن. واحد يقول لي طب ليه انت قلت لنا الخمسه انهم مش علينا؟ واحد عشان خاطر تعلم طب، اتنين عشان تفتكر البيجمنتيشن، ان اوعى تنسى الاديسون عنده بيجمنتيشن، خمس حتت لانها مش علينا هعيدها في عجاله جدا، الجامز، الكريزيس، البريشر ارياز، الاولد سكارز، والجنرال سبيكينج الاريا اكسبوست تو صن. سببها ايه؟ انه لما نقص الجلوكورتيكويد زاد الاي سي تي اتش، وقلنا الاي سي تي اتش هو اللي بيعمل بيجمنتيشن. تبقى في طيب بالعكس بقى، هيقل النيوتروفيل والار بي سيز والبليتلتس، فاكر اللي كان المفروض يزيدوا هيقلوا، بس اهمهم يهمني النيوتروفيلز، يعني النيوتروفيلز قلت دي مهمه قوي، دي هيديها ديفنسيف فانكشن، وهيزيد الايزوفيل والليمفوسايتس. ده توابع نقص الجلوكوكورتيكويدز. طب نيجي نقص المينرالوكورتيكويدز، هنكتب الثلاثه اينز، صوديوم بوتاسيوم هيجي العكس. المفروض الالدوستيرون كان بيزود الصوديوم وينقص البوتاسيوم والهيدروجين، طب هنا العكس، نقص، يبقى الصوديوم يقل والهيدروجين والبوتاسيوم يزيد. وهنا عاوز اعلم الناس اللي بتشرح حاجه، اوعى يا اولاد تبتدي بشرح الهايبوفانكشن خصوصا في الغده دي، لان الفانكشنز كتير قوي، ابتدي بالهايبر عشان تؤثر الوظائف، تقوي الوظائف، تقوي الذاكره، وبعد ما تقول الهايبر اعكسها، يبقى ده الهايبر. انا ما تبداش بانك تعكسها وبعدين ترجع تزودها تاني، لا، قول الفانكشن في محاضره واللي بعدها تقول الهايبر فانكشن حتى تيجي الاسئله عليها، وبعدين تقول الهايبر.
اما ينقص الصوديوم يبقى هينقص الاكسسير فلويد وبالتالي يحصل هايبوتنشن في كم في المية من الحالات؟ هنا بقى مش 85 ولا 80، 100% من الحالات. اقول لكم معلومة جميلة، كل العيانين في الدنيا اللي عندهم اديسون لازم يبقى عندهم هايبوتنشن، لازم يبقى ضغطهم تحت 110 العالي. لدرجة اقول لك معلومة في امراض باطنة رائعة، لو شكيت ان عيان عنده اديسون وقستله الضغط لقيته فوق 110 ده مش اديسون، يبقى بلاد بريشر اباف 110 اكسكلودز اديسون، لا يمكن يبقى اديسون. طيب ده هيفقد الملح مش بس في الكليه، بيفقده كمان في الكولون. فاكر جبت لكم سؤال في الديستال كولون، يعني في الكليه هيعمل بوليوريا، لكن في الكولون لما يفقد ميه كتير ملح وميه فقده يبقى عنده دياريه. دياريه لازم دياريه دي وبوليوريا، بس طبعا انا معلم لك الاصفر الاهم وهقول لك ليه في الاخر. طيب زاد البوتاسيوم، اكتر اين يخشاه الهارت والبوتاسيوم، فيعمل كاردياك اريثميا لخبطه في ضربات القلب وديكريست كاردياك كونتراكتيليتي، يقلل الكاردياك كونتراكتيليتي، البوتاسيوم عكس الكالسيوم بتاع الكونتراكشن في الهارت خدناها. زاد الهيدروجين هيبقى عنده مايل ميتابوليك اسيدوزيس، يبقى التاتا اينز بس تتكلم باختصارات، صوديوم قل يبقى هايبوتنشن وداريه وبوليوريا، بوتاسيوم زاد كاردياك اريثميا وكاردياك كونتراكشن. البوتاسيوم اكتر حد يخشاه والقلب، حفظتها الاجيال، اكتر اين يخشاه القلب والبوتاسيوم، يزيد البوتاسيوم عن كاردياك اريثميا ويقلل الكاردياك كونتراكشن. انا قلت لو البوتاسيوم وصل 11 القلب بيقف، the heart stops in diastole، وقلت عشان كده لو زاد فوق 5 اللي هو الرقم 5 وخميسه بواحد بقى 6 لازم نعمل دياليسيس، مفيش هزار في البوتاسيوم. الهيدروجين يعمل اسيدوز. نيجي للاندروجين، الاندروجين نقص. طيب الفيميل بقى يحصل لها ايه؟ الاندروجين كان لازمته ايه في الفيميل؟ كان قلنا بيعمل الار بي سي يبقى هيجي لها انيميا، وكان مهم لعمل البيوبيك والاكزيلري هيرز يبقى هيحصل لها لوس اوف بيوبيك اند اكزيلري هيرز. طب واحد يقول لي طب ما نقولش مين ليه؟ مين ليه؟ يعقل. المصدر الاساسي للاندروجين في الميل في الميل في الميل هو التستكل التستكل التستكل. فما ينقص الاندروجين اللي بتاع الاديان كورتكس مش قيمه، لان عندنا كميات ضخمه من التسكل، انما الفيميل هي معتمده على الاندروجين بتاع الاديان كورتكس بتاع الشبكه، الشبكه قلنا هي بتاعت الجنس الشبكه، فاكر قلناها المجله الربنيه بتعني بالجنس، الزون ريتيكولاريس هي اللي بتطلع السكس هرمونز. صلى الله انيميا هو كان وظائف الالي ربنا طلع اندروجين في الفيميل عشان يعمل لها ار بي سيز ويساعد بيبيك اكزيلري هير، يبقى يحصل انيميا لوس اوف بيبيك اند اكزيلري هير. بشوف طريقة منظمة ازاي وحلوة، يبقى نقص الجلوك كورتيكويدز عملت حاجات معانا، نقص المينرالو كورتيكويدز هنا لطيفة بقى التلاتة اينز، بقى نقص الاندروجين في الفيميل انيميا ولوسو بيبيكو اكزيلاريات. واحد يقول لي انت ليه معلم البلون الاصفر ده؟ اقول لك ليه، هعلمكم حاجة النهاردة هي مش فقر معلومات عامة قد ما هي طب في صميم الطب. في اي مرض يا اولاد لما تاخدوا امراض باطنة يوجد نوعان من الاعراض، في كاردنال فيتشرز. يعني ايه كاردنال فيتشرز؟ يعني يتشارك فيها كل المصابين بهذا المرض، يعني مش ممكن يشخص المرض بدون الفيتشرز دي، وفي فيتشرز تانية بتختلف من مريض الى مريض يعانوا من نفس المرض، يبقى في اعراض دائمه واعراض موجوده في بعض المرضى، اعراض في كل المرضى دي كاردنال فيتشرز، ما لو نقص واحد فيهم ما تشخص، واعراض تختلف مريض لمريض. فانا اعلمها لك كمثال، عشان اشخص اديسون لازم الاقي خمس اعراض اللي هم بلون الاصفر، لو واحد فيهم غاب ما تشخص اديسون، لازم العيان يبقى عنده هايبوجلايسيميا وهايبوتنشن، دول يعني ايه؟ لا 100% من المرض، وعليه يبقى عنده نمره 3 سيفير ماسل ويكنس، وداريه نمره 4 وبيجمنتيشن نمره 5، دول الكاردنال فيتشر اديسون. يعني اديك اتعلمت حاجه كده مقدمه لامراض باطنه، الامراض الاعراض للامراض نوعان، كاردنال يعني موجوده في كل المرضى في 100% من المرضى، اللي هم قلناهم هايبوتنشن وهايبو جلايسيميا، ودول ادوا الى نمره 3 سيفير ماسل ويكنس، نقص الضغط ونقص السكر ادوا الى سيفير ماسل ويكنس نمره 3، نمره 4 لازم يبقى عنده
بيجمنتيشن نمره 5 عنده دايريا، اوعى تنساه. طيب في الاديسونيان كرايسيس اللي هو ميبي فيتال، بيبقى العيان عنده الاتي: كابيلاري يعني الكولابس وشوك، بسبب الحاجات دي هتزيد جدا فيحصل له كولابس وشوك. وبعدين بيبقى عنده هايبوغلايسيميا وهايبركاليميا رهيبه، حاجه مميته. وبالتالي this is an emergency situation. العلاج بتاع العيان ان احنا نديله كورتيزول انترافينس ونديله ايزوتونيك صوديوم كلورايد انفيوجن، محلول ملح، محلول ملح وكورتيزول. دي اديسونيان كرايسيس اللي هي مي بي فيتال في الاكيوت فورم اوف اديسونيان ديزيز. كولابس وشوك، هيجيله شوك، وبعدين قلنا هيحصل له هايبركاليميا وهايبوغلايسيميا. الامرجنس تريتمنت تديله حاله ممكن يموت في الاديسونيان كرايسيس مي بي ليثال، تديله كورتيزول بالحقن وتديله صوديوم كلورايد انفيوجن. وفي النهايه يا اولاد بشكركم لاجل وقتكم، انا شاكر جدا، ولم يبقى الا الدعاء بالتوفيق، وفقكم الله. Good luck.